النهارده الحد الثالث من الصيام، كل سنه وانتم طيبين. بكره الاسبوع الرابع يبتدي احد الابن الدار. الحقيقه احنا اتكلمنا كتير، حتى زمان كده انا لما كنت ابونا جديد كتبت نبذه عن هذا المثل، كتاب كده صغير. اتكلمنا عن الاب كتير، واتكلمنا عن الابن الكبير كتير، وعن الابن الصغير. النهاردة هاخد آية من أربع كلمات نتأمل فيهم. ابني هذا كان ميتا. أول برهان على موت هذا الولد الابن إن هو شاف الحياة بعيد عن مكانها الأصلي. الحياة كانت بالنسبة له هناك في العالم، في الخطية، في الملذات، في الفلوس، وما فيش غير الإنسان الميت أو الإنسان الأعمى فعلا هو اللي يخلط بين الحياة والموت أو الظلمة والنور. هو فكر إن هو لما يسيب بيت أبوه هيحيا، ولكنه مات، لأن مفيش ينبوع الحياة غير هو يسوع المسيح. نعم، بيقول المزمور لأن عندك ينبوع الحياة، ومفيش راحة ولا سعادة ولا هناء إلا في حضن يسوع. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. وجمال الكنيسة القبطية تحط المسيح المصلوب فوق الهيكل عشان كل اللي داخل يشوف المسيح فتح احضان. تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطني انهار ماء حي. كلام ربنا يا احبائي هو كلام حق. ليه نبحث عن حياه تانية بعيد عن ربنا ومش هنجدها؟ مش هنلاقيها. المثل اهو النهارده بيقول لنا لو تخيلنا ان ماء ميه النهر ما تكفيش عطش بني ادم، نتخيل ان احنا نلاقي الحياه بره المسيح. لو تخيلنا الهواء الجوي ده ما يقدرش يخلي بني ادم واحد يتنفس، تخيلوا كده. نفس الحكايه، تتخيل ان احنا لنا تنفس وحياه بره المسيح، إلا إذا كانت الرئتين بتاعتنا مريضة. فعلشان كده أرواحنا مريضة وتحتاج للشفاء. علشان كده الولد الابن ده هو عاش جنب الحياة. البرهان إن هو كان ميت فعلا إن هو شاف الحياة خارج بيت أبوه، خارج الكنيسة، وخارج العشرة مع الله. وشفنا ايه اللي حصل معاه. يبقى اول حاجه اوعى تسيب العنان لفكرك ان ممكن تكون بعيد عن ربنا والكنيسه سعيد. مستحيل، ولو سعاده ظاهره والناس بتضحك على بعض. الحاجه التانية يا احبائي اللي تثبت لنا ان الابن ده مات فعلا، إن هذه البلاد نفسها اللي هي البلاد البعيدة دهيت اللي هي بلاد الموت جذبته من بيت ربنا، جذبته من بيت أبوه، من الكنيسة. عشان كده يقولوا إيه في المثل بتاعنا في مصر، الطيور على أشكالها تقع. والمثل في فرنسا يقول إيه، اللي يتشبه ما يتشبهان يجتمعان. الموت الروحي كان بيحمله داخله، وكان صدى البلاد ده هي اللي فيها الإغراءات هي اللي دفعته أن يسير في وادي الموت ويذهب إلى الموت برجليه. كان عنده كيمياء كده بينه وبين المعشات الرضية. أنا بتخيل إن هو وهو بيت أبوه كان غريب، جو روحي، عائلة كويسة،
الشعر ربما انه مخنوق، مش في عيال بيقولوا لاهاليهم كده صدقوني فيه، يقول له انا اتخنقت بقى، انا اتخنقت من البيت واتخنقت من الكنيسه، سيبوني بقى اشوف حياتي سواء ولد او بنت. اخذ طريق تاني مختلف خالص عن اللي اتعلمه بيت ابوه. علشان كده دي اثبات ان الولد ده هو حتى وهو كان لسه في بيت ابوه كان ابتدى ايه يتقل ويموت، وابتدى الشيطان ياخده خطوه خطوه. البرهان الاولاني ان هو ساب لنفسه التفكير انه ممكن يلاقي السعاده بره بيت ابوه. البرهان الثاني ان الانسان ده ميت، انه وهو في بيت ابوه كانت دخلته الافكار والخطيه واندمج معها. لما نقول كيمياء يعني حصل تفاعل بينه وبين هذه البلد، والبلد دي جذبته دلاله على انه كان عنده استعداد للموت. النقطه الثالثه في هذا الابن الذي مات انه فقد القوه بالكامل ان هو يقاوم الاغراءات اللي وصل لها، والاغراءات دي وصلت ايه تدريجيا، والاغراءات دي دربته. ما هو اولادنا اللي بتبعد وبتروح مش مره واحده كده، ما هي مره وبعدين هنا سهره وهنا بوم وهنا مش عارف حفله وهنا مش عارف ايه، لغايه ما الواد او البنت تفقد القوه ان هي تقول لا او هو يقول لا. عشان كده انا بركز قوي المدارس احد هنا ان العيال يقولوا لا، احنا بنزعل قوي ان هما يقولوا لا، نزعل لو يقولوا لا في البيت، لكن بره لازم نعرفهم يقولوا لا، لا للسيجاره، لا للكلام الوحش، لا للمعاشرات، لا للزياره دي، لا الحفله ما في نصف الليل، كل ده لا. لازم نعوده ان هو يقول لا. الابن الضال فقد القدرة ان هو يقول لا. وصل لحالته ايه؟ جبت واحد ميت وبتشرحه بمنشار، هيحس مش هيحس، هو وصل حالته كده. او سمكة ميتة في البحر هتطوف على الارض والرياح تجيبها يمين وشمال، دخل الريح والريح تجيبه يمين وتجيبه شمال زي السمكة الميتة، بسبب ان هو بعد عن بيت ابوه. ومن ساعة ما بعد عن بيت ابوه مفيش غير السلبيات، سواء كان الموضوع من داخله او من خارجه، ولكن النتيجة واحدة انه اصبح غير قادر على المقاومة للخطية. اوعوا تسيبوا ولادكم انهم يوصلوا للحالة دي. يسلب إرادته ويسلب كل حاجة. علشان كده مات موتا روحيا كبيرا هذا الابن الضال. البرهان الرابع ان هذا كان ميتا ان هو فكر ان هو اكثر حكمة من ابوه العجوز ده اللي معاه على طول الكتاب المقدس، يهودي متدين وما عندوش غير الاخلاق والمورال ونعمل كده وما نعملش كده والتعاليم الدينيه، وتلاقي قال له يا ابني الشهوات الشبابيه اهرب منه وهكذا. فهو فكر ان هو اكثر حكمه، قال له انا مش ههرب منك، انا هثبت لك ان انا اقدر اقف قدام المخاطر، ما تسيبوني اجرب. مش بيحصل اولاد كتير او بنات؟ ما تسيبوني اشوف الحياه بره، ما فيش غير البيت والكنيسة. ونسي من يضع يديه في النار ولا يكتويان، من يمشي على الطين ورجليه ما تتوسكش. نسي لوط. لوط جه في وقت فكر ان هو اذكى من خاله واحكم من خاله، وشاف الارض والنهر قال له انا هاخد دي، خاله سابه راح لدي، بقت ايه؟ سدوم وعمورة. حصل ايه سدوم وعمورة؟ حرقهم ربنا من كتر النجاسة والخطية.
كانت نهاية لوط مخزية. ده بطرس الرسول بيقول كان لوط يعذب نفسه بسبب الشر. صدقوني يا أحبائي، اللي يترك نفسه للكراهية هيقدر يمنع نفسه من القتل. اللي يترك عينيه انها تنظر نظرة شهوانية هيقدر يمنع نفسه من الزنا الفعلي. اللي يسيب نفسه لشهوة الغنى يقدر يحكم نفسه ان هو ما يسرقش. اللي يسيب نفسه لسجارة او سجارة فيها حشيش مثلا يقدر يمنع نفسه انه يوصل للسرنجة. صدقوني قريت مقالة ان كل اللي وصلوا للهيروين والحاجات دي ابتدوا بالسجارة المحشوة. اوعى تفكر ان انت اكثر حكمة من ابائك واباء الكنيسة وخدام الكنيسة واللي خايفين عليك، لان هو اعتقد هذا فمات موتا روحيا. اخر سبب لهذا الابن ان هو فعلا مات، ان هو في الاول حاول يخرج من الازمه بمجهوده هو. راح لاصحابه يدور على شغل 100%، يبقى اجير وهو ابن الاب اللي هو كان مالك، كان عنده ورثه والاب كان غني 100%. وقعد يدور على حل عند سكان المدينة الشريرة. اوعى تدور على حل بره، اوعى، الحلول اهو، ما عندناش غيره. صدقوني ما عندنا غيره. اوعى تفكر ان طبيب نفساني يقدر يريحك، ابدا. روح جرب كده شوف. اوعى تفكر الفلوس، اوعى تفكر كون سي صديق لك ان هو بيحبك، لا. الكنيسة فيها سر اعتراف، فيها اب روحي بيستقبل الاعترافات بيرشدك وبتكسب روحيا ونفسيا، تطلع من عنده اكثر بياضا من التل. هو ايه اجمل من ان انت تروح تعترف بخطاياك وما تعتمدش على اصحابك في الحلول او على ذهنك، لا على فهم، على ذهنك لا تعتمد، على فهمك لا تعتمد. ثم الكنيسة في سر التوبة والاعتراف، تعال طلع كل اللي في قلبك، هتخرج اكثر بياضا من التلج. بقى لو رحت عند دكتور هتخرج اكثر بياضا من التلج، قال لك لا يا حبيبي عندنا معاد الشهر الجاي والفيزيتا بكذا، مش كده؟ وكل مرة وتاخد الحبوب دي وتاخد الابر دي وتاخد وتاكل الحبوب والابر وكل ده. هو في طريقة أخرى مع المسيح. الرب شافيك سواء روحيا أو سواء جسديا. علشان كده أحبائي إن هو حاول يخرج من أزمته بمجهوده، بقى يسقط أكتر وأكتر. شوفوا بقى وصل ليه. أقول لكم كان نفسه يدوله من أكل الخنازير ياكل. صدقوني بتوصل بينا حالات كده، خنازير هذا العالم.